كان تعداد يهود خيبر نحو من 20,000 شخص، وفيهم كثير من الرجال المقاتلين الأشاوس. ارتكب يهود خيبر جريمة لا تغتفر، ألا وهي تأليب جميع قبائل العرب على المسلمين، حيث انطلق ذات يوم جيش المشركين بعد أن تأمن له الدعم المالي من يهود خيبر. انطلق هذا الجيش من مناطق عدة في الجزيرة العربية وقصد المدينة المنورة، فكانت معركة الأحزاب، حيث اضطر جيش الكفر إلى الانتظار مدة شهر كامل عند مشارف الخندق بعد أن أظهر المسلمون التفاني والبسالة في التصدي له. فتفرقت الأحزاب وعاد كل قوم إلى موطنهم، وبينهم يهود خيبر الذين رجعوا إلى خيبر، فاستعادت دولة الإسلام هدوءها وسكينتها. عزم رسول الله على استئصال هذه البؤرة الخبيثة بعد أن أظهر يهود خيبر الغدر والمكر، فكان لابد من تجريدهم من أسلحتهم خشية أن يعمد هؤلاء المغامرون المستكبرون إلى إثارة عبادة الأوثان من قريش ضد المسلمين مرة أخرى عن طريق تأمين الموارد المالية لحروبهم، فتتكرر بذلك تجربة معركة الأحزاب، لا سيما أن تعصب اليهود لمذهبهم أشد بكثير من تعصب قريش لعبادة الأوثان والأصنام. ومن أجل هذا التعصب الأعمى والمرضي كان مشركو العرب يقبلون على الإسلام زرافات زرافات، في حين أننا لا نجد يهوديا واحدا اعتنق الإسلام في تلك الفترة. ارتأى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخمد نيران فتنة اليهود إلى الأبد، فاختار أنسب الأوقات من أجل هذه الغاية. كان النبي الأكرم يعي حقيقة أن مشركي قريش عاجزون عن مد يد العون إلى اليهود متى ما هاجمهم جيش الإسلام، وبالتوازي مع ذلك أعد رسول الله صلى الله عليه وآله خطة محكمة للحيلولة دون تحرك قبائل العرب في الشمال من حلفاء اليهود لمساعدتهم كما حصل في معركة الخندق. وكان لهذه الخطة الأثر الفعال في إقصاء عشيرة غطفان وغيرها عن مؤازرة يهود خيبر، وسنتحدث عن هذا لاحقاً. انطلاقا من هذه الدوافع أمر النبي الأعظم المسلمين بالاستعداد للسيطرة على آخر معاقل اليهود في شبه الجزيرة العربية. أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله راية بيضاء لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وأصدر الأمر بالانطلاق نحو حصن خيبر. وفي أثناء المسير كان النبي الأكرم يولي أهمية خاصة لحركة الجيش ولمراعاة أصول التخفي العسكري، وكان حريصاً على ألا يعرف أو يطلع أحد على الوجهة التي يقصدها كي يتمكن من حصار الأعداء والإغارة عليهم قبل أن يتنبهوا إلى ذلك فيتخذوا التدابير الاحترازية. ولعل جماعة من الناس
توهمت أن مسير جيش الإسلام إلى شمالي المدينة كان بغرض القضاء على غطفان وفزارة حلفاء اليهود في معركة الأحزاب. حينما وصل المسلمون إلى بادية رجيع حول رسول الله مسير جيش الإسلام ناحية خيبر، فقطع الطريق على غطفان وفزارة المؤازرين ليهود خيبر. كان قوام جيش المسلمين 1600 مقاتل، بينهم 200 راكب يحثون الخطى صوب حصن خيبر. لم تكن خيبر حصنا واحدا، وإنما كانت 7 حصون ولكل منها اسم خاص، وهي كما يلي: الناعم، القموس، الكتيبة، نسطاح، الشق، الوطيح، والسلالم. كما أن اليهود بنوا أبراجاً للمراقبة على مقربة من هذه الحصون من أجل الحماية والسيطرة على المناطق المحيطة، بحيث يعتلي الحراس هذه الأبراج فيبلغون جماعة كل حصن بما يجري في المنطقة المجاورة لهم. كان بناء هذه الحصون والأبراج يمكن من في داخلها من السيطرة التامة على جوارها، وكذلك فقد كانت الحصون مجهزة بالمناجيق وأسلحة أخرى مشابهة لرمي الصخور والأحجار الكبيرة على الأعداء. كانت أعداد اليهود في هذه الحصون نحو من 20,000 شخص، بينهم 2,000 مقاتل مجرب بعتادهم وعدتهم الكاملة، وتتوافر لهم كميات كبيرة من المياه والطعام الذي امتلأت به مخازنهم. كانت الحصون منيعة لا يمكن اختراقها، ويستحيل إحداث ثغرة في جدرانها، وكان كل من يقترب منها يتعرض لوابل من الصخور والحجارة الكبيرة التي تودي بحياته أو تتسبب له بجراح بالغة. تعين على المسلمين الذين يواجهون هذا العدو القوي والمجهز أن يستخدموا الفنون الحربية والخطط العسكرية بدقة من أجل السيطرة على حصون اليهود. وأول عمل قام به المسلمون هو التحرك ليلاً والسيطرة على المناطق الحساسة والطرق الرئيسة من حصون خيبر وإليها، حيث انتشر مقاتلو الإسلام في أرجائها. لقد تم هذا العمل بسرعة وفي سرية تامة، بحيث غفل حراس الأبراج عن التنبه إليه. وفي الصباح التالي حينما خرج مزارعو اليهود حاملين أدوات الزراعة وغادروا قلاعهم، شاهدوا مجاهدي الإسلام الشجعان متسلحين بإيمانهم الراسخ وبسيوفهم البتارة، وقد سدوا دونهم جميع الطرق والمسالك، بحيث وجب عليهم التراجع إلى داخل قلاعهم، وإلا وقعوا في أسر المسلمين.
ارتعب اليهود ودب الذعر في قلوبهم، فلاذوا بالفرار عائدين إلى داخل الحصون. وقالوا جميعاً بلسان واحد: لقد جاءنا محمد بجيش جرار. وسرعان ما أغلقت أبواب جميع الحصون، وتداعى اليهود إلى اجتماع عسكري للبحث في كيفية التصدي لجيش الإسلام. كانت النقطة أو المنطقة التي اتخذها المسلمون معسكراً لهم غير مناسبة من الناحية العسكرية، وكان لمقاتلي اليهود سيطرة كاملة عليها، فقد كانت أرضاً جرداء من غير موانع طبيعية، وأمكن اليهود أن يرموا المسلمين بالنبال والحجارة وأن يوقعوا الخسائر في صفوفهم. ومن أجل ذلك انبرى أحد مقاتلي الإسلام المخضرمين أصحاب الخبرة العسكرية وخاطب رسول الله: يا رسول الله، إذا كان نزولنا بهذه الأرض بأمر من عند الله تعالى فلا أعترض على ذلك أبدا، لأن أمر الله تعالى حق والحق أحق أن يتبع ولا اعتراض على أمره وتقديره، ولكن إذا كان مقامنا هاهنا أمرا اعتياديا عارضا يحق للمسلمين أن يبدوا رأيهم حياله وأن يتشاوروا فيه، حينئذ أرى لزاما علي أن أقول إن عسكرنا جميعا في مرمى نبال العدو فنحن على مقربة من نطاط، وها هم رماة اليهود يفيدون من عدم وجود أشجار النخيل والعمران بيننا وبينهم ويرموننا بالنبال والحجارة. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وآله كلام هذا الرجل المسلم، وأمر أصحابه بالبحث عن منطقة مناسبة تكون مكاناً لمعسكرهم. تفقد المسلمون الأراضي المجاورة لحصون خيبر، وأخيراً وقع اختيارهم على منطقة محددة. انتقل معسكر جيش الإسلام كله إلى منطقة خلف بساتين النخيل، وكان دأب جنود المسلمين الانطلاق يومياً من هذا المعسكر إلى حصون اليهود طوال المدة التي استغرقتها تلك الغزوة. كانوا يخرجون نهاراً ويعودون ليلاً إلى معسكرهم. حاصر المسلمون قلاع اليهود السبع الواحدة تلو الأخرى، وبذلوا قصارى جهدهم لقطع سبل التواصل بين المقيمين في كل منها وسائر جماعة اليهود في القلاع الأخرى. كان المسلمون كلما سيطروا على حصن أو قلعة انتقلوا إلى حصن آخر. كانت بعض حصون اليهود متصلة بعضها ببعض عن طريق الأنفاق أو الممرات تحت الأرض، وكان حماتها يبدون مقاومة شديدة في التصدي للمسلمين، وكان أمر تسخير هذه الحصون والسيطرة عليها يتم ببطء شديد. ولكن الحصون التي كان قادتها من الضعفاء الذين دب الخوف والذعر في نفوسهم، أو تلك التي انقطع تواصلها مع سائر الحصون بالكامل، فقد سقطت بأيدي المسلمين في فترة يسيرة من غير أن تهرق دماء كثيرة. فقد تم الأمر بسرعة خاطفة أفقدت اليهود فرصة المبادرة والدفاع. كان حصن الناعم أول الحصون التي استولى عليها المسلمون بعد مشقة ومعاناة كبيرتين. كلفت السيطرة على هذا الحصن المسلمين فقدان أحد كبار قادتهم العسكريين، ألا وهو محمود بن مسلمة الأنصاري،
فضلاً عن إصابة 50 مقاتلاً مسلماً بجراح بالغة. لقد قضى محمود بن مسلمة بعد أن رماه اليهود بصخرة من أعلى البرج، ففارق الحياة واستشهد من فوره رضوان الله عليه. ثم نقل الجرحى 50 إلى معسكر المسلمين حيث تم علاجهم في المنطقة المخصصة لذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجاز لمجموعة من نساء بني غفار الخروج مع جيش المسلمين إلى خيبر من أجل مداواة المصابين وتضميد جراحاتهم وتقديم سائر أشكال الدعم الذي يقدرن عليه. ولقد أظهرت هؤلاء النسوة شجاعة وتفانيا قل نظيرهما في سبيل خدمة الإسلام. بعد أن سقط حصن ناعم، ركز المسلمون جهودهم على فتح حصن القاموس. كانت إمرة هذا الحصن بيد أولاد سلام بن أبي الحقيق. أظهر مجاهدو الإسلام شجاعة وتضحية مكنتهما من فتح هذا الحصن والسيطرة عليه، وتم أسر من في داخله ومن بينهم صفية ابنة حيي بن الأخطب، وقد أصبحت لاحقا في عداد زوجات النبي، وارتفعت معنويات جنود المسلمين عقب هذين الانتصارين. بعد سقوط حصني الناعم والقاموس، شن جيش الإسلام هجوماً صاعقاً على حصني وطيح والسلالم. لكن اليهود قاوموا بقوة المسلمين خارج قلاعهم. استمر القتال 10 أيام متواصلة، ووقعت خسائر كبيرة في صفوف المسلمين وهم يقاتلون اليهود بكل شجاعة وأقدام. ولكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من الانتصار. كانوا يعودون كل يوم إلى معسكرهم مع حلول الليل من غير أن يحققوا نتيجة تذكر. كانت أعداد القتلى في صفوف المسلمين كبيرة، حتى إن بعض كتاب سيرة النبي الأكرم أفردوا باباً خاصاً لذكر أسماء الشهداء في معركة خيبر. قرر النبي الأعظم أن يحسم الأمر ويكلف من هو جدير بهذه المهمة الصعبة، فخطب في المسلمين قائلا: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. أثارت هذه الجملة مشاعر متناقضة في صفوف جند الإسلام، فمن جهة كانوا مسرورين لقرب هزيمة اليهود، ومن جهة أخرى كانوا مضطرين إلى معرفة الرجل الذي عناه الرسول. أسدل الليل ستاره على كل مكان،
ودلف جنود الإسلام إلى مضاجعهم، واعتلى الحراس الأماكن المرتفعة لمراقبة تحركات الأعداء. طلعت شمس الصباح وأشرقت في كبد السماء وأضاءت بسناها البادية المترامية الأطراف. تداعى الأصحاب إلى محضر رسول الله صلى الله عليه وآله، واشرأبت أعناقهم لمعرفة الشخص الذي عناه رسول الله بكلامه حين قال: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حينئذ قال رسول الله: أين أخي علي؟ إنه في مكان قريب من هنا يا رسول الله، يخلد إلى الراحة، فلقد أصابه الرمد في عينيه. فطلب إليهم النبي الأعظم أن يستدعوا أمير المؤمنين إلى محضره. ركب علي عليه السلام ظهر الناقة فسارت به حتى وصل إلى خيمة رسول الله، فنزل ودخلها. كان الألم شديدا في عيني أمير المؤمنين عليه السلام من الرمد الذي أصيب به، فمسح رسول الله على عينيه ودعا له بالشفاء. بعد ذلك لم يبتلى أمير المؤمنين بالرمد طوال حياته المباركة، كيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفاء ومسح على عينيه، كما كان السيد المسيح عيسى بن مريم يمسح على رؤوس الخلق فيبرؤون.